إن الرجوع إلى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر. بالنظر إلى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة وتعذر اتفاقها على إجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل.